وبرجة البس بو س بسكوس كوب سميد سكر ترون عاد احنا نسمي القشطة جيمر مويا زيت بيكنج باودر شوية قرفة وعنصر المفاجأة شوكولات باودر وندقة خلطة 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 صينية فرن ندهنها زيت وننزل الخليط وندقة عشان يتساوى على الفرن للتشريبة حليب مبخر سكر ونخلط بعد ما طلعناها من الفرن ننزل التشريبة حبيت التأكيد 5 إلى 10 دقائق تتشرب ونرجع لكم الطبقة الكريمية جبن كريمي حليب مكثف محلى ونخلط وهذا قوام الخليط التغطية الكريمية نزين الوجه بالقرفة بعد ما غطيناها بالقرفة نقطعها ما شاء الله تبارك الله يا سلام يا سلام الله 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 أوبس ما يا جماعة عاد يا جماعة يعني بعد احنا وياكم صج 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 سلام يا انت كنت تقول بس بو سا انا بس لقمة بس عم ساعة توكل